كنشكركم بزاف على الاتفاده ديالكم. معكم يونس من دوار ايموغلاد. هاد الدوار تعاني بزاف في هاد الزلزال. المهم من الدواوير اللي في هاد المنطقه اللي تضرروا بزاف، لا من ناحيه الديور لا من ناحيه كلشي. المهم هاد الدوار طريق امليل هو الدوار الوحيد اللي متضرر بزاف. شوفوا ولدي يونس، اعطي المشاهد الكريم باش يعرف المنطقه بالضبط. هنا كنت حنا كنتواجدوا في جماعه اسني دوار ايموغلاد اللي جا في طريق امليل، هي ما بين اسني هنا شي 10 كيلومتر من مراكش للدوار ايموغلاد شي 50 كيلومتر تقريبا. هي المطالب ديالكم ولدي؟ المطالب راه كلشي باين. اول حاجه السكن، دابا الناس كيعانيو من السكن. يعني دابا راه حنا في فصل الخريف وكنعرفوا البرد بجد، يعني درجه الحراره تتوصل دابا حاليا تتوصل حتى ناقص 4 ناقص 5 درجات. يعني في فصل الشتاء كيبي كل الحال، يعني كيكون البرد شويه قاسح. يعني الناس الثلوج اللي كتسقط ايه والامطار، يعني الناس غير تكرفسوا بزاف. مازال حاليا دابا الحمد لله بدا كاينه الشمس شويه، فهمتيني؟ يعني الشتاء غتكون القضيه شويه قاسحه. يعني الناس تطالبوا بالتعويضات بالزربه ديال المنازل. انا حين المساكن باش يسكنوا بعدا، باش يسكنوا اي باش يستقروا بعدا، لانه القياطنه راه ماشي حل، مازال ماشي حل، ولكن الحمد لله حتى من ناحيه القياطنه باقي الناس تيعرفوا، خاصه من ناحيه القياطنه مازال ما موجود، مازال ما كاملينش. يعني الناس باقي خاصينهم قياطن لحد الان، تقدر تلقى جوج عائلات مجموعين في قيطون واحد، يعني شحال من حاجه. اسر متزوجه اييه، كتلقى ولد مزوج مع باه، فهمتيني؟ شحال من حاجه. المهم يعني الناس يعني باقي الحاله خاصها تعالج، خاصها تعالج. هذه من الحالات عرفتي، حنا المغاربه شويه شويه الحشمه على الاحترام يعني ضروري خصك شويه ديال وصلكم اعانات بالنسبه للماكله السلطات المحليه؟ عطاوكم شويه ديال بالنسبه للمعاونه. شوف كاين الخير الحمد لله. صراحه حنا كنهضروا بصراحه لان المواطن خاصو يعرف اشنو وصل لهذه المنطقه بالضبط. دابا بالنسبه للماكله حاليا الحمد لله، بالنسبه للمعاونه توصلوا بالجد، ماشي نكذبوا على الله. شوف من ناحيه الحوايج الماكله كلشي الحمد لله كاين، باقي خاصه شويه في الاغطيه، في الاغطيه والموان، باقي الناس يعانيو شويه ديال الموان والاغطيه الموانت، باقي شويه ديال الخصاص. شويه ديال الخصاص. كما قالوا الدراري حنا خاصنا السكن. نعم. وقت دابا في شهر واحد ولا شهر 12 غادي يكون البرد، غنتضروا بزاف بالثلج، بزاف الثلج. والدراري الصغار هما اللي ضايعين، ضايعين في القرايه، ضايعين في السكن، ضايعين في اي حاجه. كيبنيو لكم شي مدرسه؟ قالوا كيوجدوا، ولكن باقي ما شفنا شي حاليا. الدراري عندنا حنا فيهم المشكل، بغيناهم بعدا يقراو، ما يضيعوش كما ضعنا حنا. حنا الحمد لله. الحمد لله. امنين بقدر الله. التفاته ديال الملك الحمد لله. الحمد لله سيدي، التفت للتعليم الاولي دائما في الوليدات، الحاجه المهمه. ما خاصناش الماكله عندها الحمد لله، السكن والقرايه للدراري بحالي بحال كاع الناس ديال الدوار. اشنو كيخصكم انتم كنساء داخل هاد الدوار اللي تضررتوا؟ ايوا شحال نقول لك، بزاف الحاجه. نعم بزاف اسيدي، بزاف. ما عندي ما نقول حتى نعيو، ما نقدرش نوصل. ضروري الرساله ديالك توصل، حنا ماذا بينا. هذا الشيء اللي كنطلبوا، حنا كنطلبوا غير فين تسرحنا وليداتنا. تمام، يعني المطالب الاوليه هي السكن. السكن فين اقرب وقت، اقرب وقت يوصلنا السكن، حقاش ضايعين حنا، ضايعين والدينا، ضايعين الدراري، كل شيء ضايع، كل شيء ضايع. حنا ان شاء الله نطلبوا من الناس المسؤولين او الناس اللي كيعاونوا باش يعاونوا المتضررين ويجيو عندكم الدوار ان شاء الله، وتكون عندكم ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله. استفدوا انتم من المساكن. دائما المتابعين الكرام، نحن في ريبورتاج مباشر معنا الحاج. الحاج هو من الساكنه ديال الدوار. الحاج. نعم. الحاج حد الاسم ديالك. محمد القضي. نعم الحاج، كيفاش كتحس وانت في هذه المرحله ديال الزنزال؟ كل هذوك النهار ديال الزنزال تهضروا شويه، تهضروا بزاف. تهضروا كله. اش كطالبوا الحاج؟ نعم. اش كطالبوا؟ المطالب ديالكم. المطالب ديالنا الترسخ ديال البلد، ديال الناس. ديال كل شيء، الدار ديال. يعاونوا الناس. يعاونوا الناس، الصدق، خصها الدار، خصها كل شيء. فعلا. الدراري كل شيء فوق. يمشيو يقراو. يمشيو يقراو يعني. شكرا الحاج. شحال في عمرك انت؟ نعم. شحال في السن ديالك؟ 40. تبارك الله.
السن ديالو غتكون 71 تبارك الله مسكين ماشي مشكل بطبيعة الحال لان الفاجعه راه كتخلي الانسان يرجع للدار ما شاء الله ان شاء الله الله يوفق الحاج اللهم امين امين الله يحفظك الحاج حتى الدار ديالك رابت كل شيء راه ما شاء الله ما شاء الله دائما متابعينا الكرام نحن في بث مباشر لهذه المنطقة فعلا أمامنا عدة مساكن أصبحت خراب فعلا هذه منطقة إمغلاد هي فعلا دوار إمغلاد ما بين جبلين هناك خراب في هذه المنطقة نتمنى من المسؤولين أن يضاعفوا الجهود لتغطية هذه المنطقة لأن الناس حاجة ماسة إلى هنا متابعينا الكرام أستودعكم وإلى اللقاء بكم في أمل اللقاء بكم إن شاء الله في القريب العاجل دمتم بألف خير